عندنا. زين سيد الشهيد رحمه الله تعالى ما يجوز التدخين في نهار رمضان؟ ما يقول أن التدخين في نهار رمضان جائز؟ وعند مشهور الفقهاء أن هذا مفطر؟ هل يعني نخرجكم عن الدين؟ لا، هذا رأي فقهي، والرأي الفقهي يرجع فيه إلى أدلته، إلى دليله، وليس هذه المهاترات والتسقيطات للحوزة العلمية والمرجعية بهذه الكيفية. وأنا أعتقد اللي في الواقع ينشر هذه القضايا ما محسوب على الجهات المسؤولة في التيار، أشخاص من الجهلة الذين يريدوا أن يتصيدوا بالماء العكر. فالاختلاف الفقهي لا يفسد في الود قضية. عندك اليوم مثلا أضرب لك نموذج تقوى الانتقائية اللي موجودة عند الناس، أنا كنت بسميها بس شوف هيك تقوى انتقائية كرمكم الله، بدي نكته من وجعي. كان في سطل هيك كبير للقمامة، كنت قلهم جيبوا السطل، عم بيهرهروا تقوى الجماعة. تقوى بتكون عدل مع الكل، يعني أنا وقت اللي بسمع غيبة الصغير بدي دافع عنه، وقت اللي بسمع غيبة الكبير، مش إذا سمعت غيبة الكبير بدافع عنه، وإذا سمعت غيبة الصغير ما بدافع عنه. شو هالتقوى هاي؟ الاختلاف ليس بين الأشخاص، وإنما الاختلاف بين الآراء. فلهذا أنت إذا اختلفت مع عالم لا يقال لك أنه لماذا تطعن فيه، قل لماذا تطعن في رأيه، مو تطعن ماذا؟ تطعن في فرقك بين أن تطعن في العالم وبين ماذا؟ ولهذا تجدهم كان يصلي بعضهم خلف بعض، ولكن مع ذلك ماذا؟ يخالفه الرأي. هذا معناه أنه يقبل عدالته أو لا يقبل؟ يقبل عدالته ولكنه ماذا؟ يخالفه الرأي. هاي أولا، هذا أولا. وثانيا التفتوا أعزائي، وثانيا وهذا هو المهم، أن رأي العالم الشيعي ليس هو مذهب أهل البيت، حتى إذا أنت ضعفت الرأي يقولون ضعفت ماذا؟ ها؟ ضعفت المذهب. لا عزيزي، هذا رأي عالم في المذهب، قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب فطوبى له، وإن أخطأ فالغرم على من؟ على العالم مو على المذهب أعزائي. احنا الان مع الاسف الشديد بمجرد ان نبدا نتكلم عن الشيخ المفيد او الشيخ الطوسي او احد اعلامنا المعاصرين يقولون بدا يطعن في ماذا؟ يطعن في المذهب. عزيزي والله بالله، نعم، اذا انا قال الامام الصادق وقلت لا اقبل فهذا طعن ماذا؟ في المذهب، لان الامام الصادق ماذا؟ هو المذهب، هو المذهب، هو الحق، مو انه راي ماذا؟ اما انا وامثالي واكبر واصغر، هذا مذهب لو راي اجتهادي. أعزائي هذه احفظوها أعزائي. فإذا وجدتم في خطاباتي وفي كلماتي تكلمت عن فلان أو فلان من متقدمين ومن متأخرين، فالطعن في الشخص لو في الرأي أهولا، احفظ لي اياها. إذا لا يقول دي يطعن في المراجع، لا والله أنا ما أطعن في المراجع، الله يعلم، أحترم العلماء والمراجع والمحققين والكتاب والمؤلفين، مو فقط أحترم علماء الشيعة. أنتم تجدون في الفضائيات أنا من أتكلم عن علماء السنة، بينك وبين الله أذكرهم باحترام لو أذكرهم بتحقير. أصلا أسلوبنا ليس أسلوب تحقير الآخرين، أسلوب ماذا؟ احترام الآخر. جميعا نحن القرآن الكريم علمنا، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منطق القرآن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ماذا؟ ولي حميد. هذا منطق القرآن. إذن كيف يمكن أنا أحترم علماء غير أهل البيت وأطعن في علماء ماذا؟ لا، أنا ماذا أطعن؟ لا في المراجع ولا في العلماء ولا أبدا، وإنما إما الجاهل يقول هذا وإما المريض والمغرب. وإلا الآن صريحا أقول أن الطوسي المفيد المرتضى المجلسي، بعد ما أنزل لجو أخاف يقولون بأنه ليش يذكر أسماء المعاصرين، هؤلاء إذا ناقشت آراءهم أنت ناقشت المذهب لو ناقشت آراء العلماء؟ ها آراء هذني مو المذهب.